على مستوى افضل. انا ما شفتش مقابله كبيره، شفت تحسن مقارنه مع المباريات الفارطه، لكن ما زلت ما شفتش مقابله كبيره. واحنا نعمل ان شاء الله باش نكون دائما نكون في مستوى مستوى اللي انتهينا به الفتره الاولى. اخر فتره كنا في مستوى محترم جدا ونصبوا الى الرجوع الى هذا المستوى اللي ما زلناش نوصلوا. ثاني شيء ربما الرقم النتيجة تبان كبيرة جدا، أظن أنه أيضا المنافس ربما كان عنده شوية تعب من التنقل، أثر فيه غيابات أثرت فيه وكان متعب جدا. لا يجوز أن تغرنا هذه النتيجة بقدر ما هي مشجعة لأبناء المضي يعني إلى المقصد إن شاء الله وتحسين المستوى. هذا ما يعنيش اللي هو ما قاموش بمستوى ومجهودات قاموا بمستوى، لكن في الاوقات الصعبه ربما لابد ان يكون اكثر فاعليه في لما تكون عندنا اكثر فاعليه في خلق الفرص في التسييب ونكون المنافس في افضل حالاته. هذا نحب نوصل ان شاء الله. حتى الان ما همش مقصرين، داكيتين عفو بطبيعه الحال. تومي سونغ بوادر نجاح صفقة، وأنا كنت نعرفه صراحة مش جديد عليه، حتى ولو مش أنا اللي استقطبته. هذا يدل على شيء أيضا اللي يدل اللي قاعدين نخدمه يعني باحترافية، بصراحة باحترافية، واللي قلناها من قبل اللي سوف لن نستقطب لاعبين إلغاء لمن يطلب لاعبين، بل حسب خصوصيات متطلبات الفريق على ان يكون افضل من اللاعبين المتواجدين عندنا، وخطوط الاضافه تكون متواجده. احترمنا هذا المبدا اللي حطيته اللي وضعته على الاداره، هكا تشوفوا هناك بوادر نجاح وان شاء الله ربي يبرر المقصود ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.